مصطفى جلال، محاولة الأمام ولكن تتخلص الآن. يا الله 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 الله، يا جمالك يا علاء عبد الزهرة، يا دلالك يا علاء على هذا الهدف يعني رأسية تقارب إلى علاء عبد الزهرة. علاء عبد الزهرة يسجل الهدف الخامس له شخصيا وسط جماهير حاضرة في ملعب نادي الخور. لاحظ الإعادة، لاحظ المتابعة من تقارو إلى اللاعب علاء عبد الزهرة، تسديدة. لاحظ الإعادة بهدف لعلاء عبد الزهرة الذي يفتتح التسجيل.